في خبر محزن نشره موقع بصراحة. الخبر بيقول ان في 2 شباب صغيرين نجحوا، هم اخوات، نجحوا انهم يشتروا عربية جديدة. نشروا الصورة على موقع التواصل الاجتماعي وهم بعربيتهم الجديدة والكلام. بعد ساعات قليلة ركبوا العربية وفرحانين بيها اول ركوبة. العربية انقلبت بعد دقائق. في رأي قال ان ده سببه الحسد. هل كل شيء ضار يحدث لينا كمصريين لازم نفسره على طول بالحسد؟ ما يمكن ما كانوش بيعرفوا يسوقوا، ما يمكن الطريق كان وحش، ما يمكن العربية فيها مشكلة. انت عارف تقابل اي حد، لا اصل انا محسود، البتاع وقعت واتخبطت العين، الولا سقط العين، اللي مش عارف ايه العين. هل احنا ثقافتنا تميل لده؟ طب هو انا بسأل نفسي سؤال، هو ليه الحسد بتركز معانا كمصريين في مصر؟ ليه ما فيش حسد في اليابان مثلا؟ ما الابراج طالعه وزي الفل اهو، احسن يقع برج ولا حاجه يقول لك خير حسدنا الارض. تعالوا نروح لدكتور محمد حسين، وده استاذ علم اداره في لندن وسافر دول كتيره في العالم، يقول لنا هل الحسد ده في بلدنا بس ولا موجود في ثقافة شعوب العالم؟ مساء الفل دكتور محمد. مساء النور يا خير عليك وعلى كل المشاهدين الجمال، ازيك؟ عايز اعرف هو في حسد كده في دول العالم نفس الثقافة ولا احنا المجتمعات الشرقية هي اللي مؤمنة بده؟ في كل الظواهر اللي احنا بنشوفها في بلدنا موجودة في كل حتة في العالم، لكن بنسب. يعني لو انت عندك مثلا الناس هنا 80-90% شايفين ان هم محسودين، فهناك هيكونوا مثلا من 5-10%. الفكرة انه احنا هنا شوية يمكن نكون نتيجة عدة عوامل بنميل اول حاجة للفكرة دي. يعني احنا عارف احنا دايما كنا اللي هي الشماعة ولا هي دكتور محمد؟ جزء منها الشماعة، جزء منها الشماعة، جزء منها اصلا اللي هو بنسميه المايند او العقلية. عندنا 4 انواع من العقليات، حاجة اسمها العقلية الغيبية، والعقلية الرقمية، والعقلية المنطقية، والعقلية الخيالية. كويس؟ العقلية الغيبية دي اللي هي احنا بنتكلم عنها، العين والاعمال وفكرة ان احنا نتخلص من المسؤولية، انه مش احنا، يعني انه اي مشكلة بتحصل لنا في الحياة هي سببها قوة خارجية بتأثر علينا وبتعمل، مش احنا مقصرين، مش احنا ما عملناش اللي علينا بشكل كافي. العقلية الرقمية تتناول خبر زي اللي حضرتك قلته ده بنسبة الحوادث في اول يوم قيادة للسيارات كام وخلافه. العقلية المنطقية تقول لك طب هم السواد كده قد ايه، كام ساعة، طب سواء طرق مشابهة، طب سواء في نفس الظروف، طب كانوا نايمين من الفرحة بالظبط، هل هم لما كانوا بيهيصوا اكتر من لازم؟ يعني هنا انت عندك تحليل منطقي. كويس؟ وفي بقى العقلية الخيالية اللي هي بتنسب كل حاجة للحظ، انه انا ما اشتغلتش ليه حظي كذا، انا ما كسبتش ليه في المشروع حظي الحظ. فاحنا بنسبة كبيرة جدا من شعبنا لانه عاطفي بيميل ناحيه العقليه الغيبيه وناحيه العقليه الخياليه، انه ينسب جزء للحظ وجزء للحسد. ده مش معناه ان مفيش حسد ولا في عين، في طبعا، دي حقيقه وحاجه يعني دينيا لا خلاف عليها وخلافه، لكن احنا ده بقى اقرب تفسير لدماغنا وبالتالي بنقف عنده. اصل في فرق ما بين اتنين مش لاقيين شغل، واحد شايف ان حظه وحش او انه محسود، وواحد شايف انه لسه محتاج يعمل حاجات. ايه اللي بيحصل مع الوقت؟ واحد بيفضل يحاول، واحد بيوقف. اللي بيحاول بينجح وبيوصل، بس هي دي الفكرة، انه هيوصل بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، بس هيوصل اللي هو عاوزه. التاني عنده فكرة انه محسود او انه حظه وحش او فهيقف مش هيحاول. طب دكتور محمد لما تقرأ خبر زي ده هتقول ايه؟ هتقول ايه سبب الوفاة مثلا؟ حقيسها بفكرة انه اولا عمرهم، ثانيا وانه الاقدار ملهاش علاقة، مش كل الناس اللي بتموت اتحسدت ولا حاجة. تاني حاجة هي صدفة، لان في كام واحد في اليوم بيموت بعربية جديدة وبتصاب عربية جديدة وما بيموتش؟ صح. يعني اشمعنى هم دول اللي اتحسدوا؟ اللي اتحسدوا. وهل العربية رحمة الله عليهم طبعا، هل العربية اللي هم حطوها دي عربية نادرة ما حدش شافها قبل كده، مش ماشية مثلا منها في الشوارع عربيات عمر ما حد اتصور بيها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل كده؟ هي مجرد حاجة حصلت بس احنا ترجمناها على طول لهذه الفكرة، لكن في عشرات بيتحط يحطوا صور عربياتهم على السوشيال ميديا. يعني اشكرك دكتور محمد حسين استاذ الاداره بجامعه لندن. اتمنى بقى حاجات في كتيره في حياتنا
نخرج بيها بره دايره ده محسود ده محسود ده محسود. اسال نفسك الاول يعني هل هو الناس دي جايبه عربيات من ام 10 مليون؟ ما انا بشوف عربيات فاخره في الشارع، طب ما بتنقلبش ليه مثلا يعني؟ وسمعنا دول المحسودين يعني. هل يعني من ندره العربيات الجديده في مصر؟ يعني اتمنى يبقى عندنا بس تفكير منطقي للاشياء، مش كل حاجه اتحسد يا باشا، اتحسد يا باشا. الولد تعب، ده كان نازل قدام خالته ولا ولاد الشارع وكان لابس تيشيرت جديد. يعني هي الناس كده ولا هتلبس ولا هتاكل ولا هتعمل ولا ايه يا اخوان؟ اتمنى العقليه دي تتغير شويه في بلدنا.